خدي بقى كملي التصوير كملي الدارسة لميس عصام الدين عبد المنعم سعيد درجة الماجستير في التربية النوعية من قسم التربية الموسيقية بتقدير امتياز، وتوصي اللجنة بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية لجنة الحكم. نصف من نفس اليوم، وبعد مداولة اللجنة فيما بينها قررت اللجنة بإجماع القرار قبول الرسالة ومنح الباحثة إيمان إسماعيل عبد الحفيظ محمد درجة الماجستير في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية بيانو بتقدير امتياز، مع التوصية تداولها عبر الوالد. شيماء عبد الفتاح محمد احمد البنهاوي لنيل درجه دكتوراه فلسفه في التربيه النوعيه في التربيه الموسيقيه تخصص بيانو وموضوعها. برنامج مقترح قائم على استراتيجيه التعليم المتميز لتحسين الاداء العزفي لاله البيانو من خلال جلسات كليمنتي. وبعد مناقشه الباحثه في موضوع الرساله مناقشه علنيه، ترى اللجنه قبول الرساله وتوصي بمنح الباحثة شيماء عبد الفتاح محمد أحمد البناوي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية في التربية الموسيقية تخصص بيانو بتقدير ممتاز. برنامج الأداء والغناء العالمي بتقدير امتياز. قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية التربية الموسيقية أداء بتقدير ممتاز، مع التوصية بنشر الرسالة على نفق الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية. شكرا. اطلاع على نتيجة البحث، وبعد المداولة قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارسة سارة عبد المنعم أحمد عبده درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية تخصص الأداء بيانو، ورفعت الجلسة. أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق العزف على آلة البيانو. وبعد مناقشة الباحثة في موضوع الرسالة مناقشة علنية، ترى اللجنة قبول الرسالة وتوصي بمنح الدارسة سارة نجيب محمد بدر الدين عبد القادر درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية تخصص بيانو بتقدير ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى.
بين الجامعات العربية والمصرية. أستاذ بقسم الأداء تخصص ديال ومناقشة من الداخل، أستاذة الدكتورة جيهان عزت الشافعي، أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة طنطا مناقشة من الخارج، وناقشة اللجنة علنا البحث المقدم من الدارسة والمعتمد تسجيله من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 8/1/2017 وعنوانه برنامج مقترح لتعليم آلة البيانو لأطفال التوقف قابل التعلم. وبعد مناقشة الدارسة علنيا في موضوع البحث، وبعد الاطلاع على نتيجة البحث، وبعد المداولة، وبعد الاطمئنان على هيزغرط، قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارسة دعاء إبراهيم مرزوق صالح القلاف درجة دكتوراه الفلسفة في التربية المصرية. قبول الرسالة ومنح الطالبة شروق أحمد نجيب فودة درجة الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية تخصص بيانو كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية. درجة الماجستير في التربية الموسيقية، وتوصي اللجنة بطبع الرسالة على نقط الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية. شكرا. ملنا يعقوب واصف درجة الماجستير في التربية الموسيقية بتقدير ممتاز، وتوصي اللجنة بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية والعربية. رفعت الجلسة. الساعة الثانية عشرة ممتاز. وطرق تدريس التربية الموسيقية، وتوصي اللجنة بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية والعربية، والتقدير امتياز. بتقدير امتياز. وتوصي اللجنة أقولها تاني، منح الدارسة مروة تقترح منح الدارسة مروة درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصيل بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية والعربية. سامي علاء عبد العزيز سلامة درجة ماجستير التربية النوعية قسم التربية الموسيقية تخصص بيانو كلية التربية جامعة الإسكندرية، وتوصي اللجنة بطبع رسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المختلفة. رفعت الجلسة. الرسالة ومنح الباحث أسامة حكيم وهبة درجة الماجستير التربية الموسيقية تخصص التربية الموسيقية بيانو بتقدير ممتاز مع التوصية. انتوا مش عايزيننا نطبع الرسالة على نفقة الجامعة مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات المصرية والعربية.
المساعد دكتور أيمن يوسف الشامي أستاذ النظريات والتأليف المساعد بقسم التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية جامعة بنها مشرفا، وذلك في يوم الخميس الموافق 24/12/2020 الساعة 11 صباحا لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة الأميسة عصام الدين عبد المنعم سعيد تحت عنوان دراسة تحليلية عسلية للموسيقى البيانو التصويرية لسلسلة أجزاء فيلم قراصنة الكاريبي عند هانز زيمر. وقد استمرت مناقشة الدارسة فيما جاء بالرسالة علانية حتى الساعة 2:30 بقاعة المناقشات بكلية التربية النوعية جامعة بنها. وقررت اللجنة منح الدارسة لميس عصام الدين عبد المنعم سعيد درجة الماجستير في التربية النوعية من قسم التربية الموسيقية بتقدير امتياز، وتوصي اللجنة بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية لجنة الحكم والمناقشة أستاذ دكتور يونس محمود بدر مناقشا ومقررا من الخارج، أستاذ دكتور هاني فؤاد شفيق مناقشا داخليا، أستاذ مساعد دكتور دينا رأفت الهيلي مشرفا، أستاذ مساعد دكتور أيمن يوسف الشامي مشرفا. زغراتي.